لينا اودي كما كنقولوا حنا الجنه تحت اقدام الامهات، ولكن كنقولوا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما بطبيعه الحال. هما عارفينش كنسوا بزاف طبيعه الحال، يعني كل واحد راه معروف واخا ندا ولا لا. يعني مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين، شفتوا في هذا البث المباشر مباشره من امام محكمه الاستئناف بمدينه الجديده. وهذا الموضوع ماشي كيف المواضيع وتطورات ديال القضيه، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. بطبيعه الحال اليوم كنشوفوا ام كجميع الامهات، والموضوع ديال الغريب. الموضوع ماشي انها مضاربه مع شي واحد غريب، مضاربه مع اولاد الاب اللي كان مزوج بها. السيده كانت عايشه حياتها عاديه، كانت بخير وعلى خير، من بعد ما توفى الزوج ديالها خلى يعني تبارك الله يعني الخير ديالو، خلى داك الشيء يعني ديالو الله يكمل عليهم. ناضوا ابناء ديالو من امراه اخرى، ناضوا قالوا لها راه ما غتاخذي والو، يعني منعوها باش تاخذ يعني شي حاجه من الورث اللي كان عنده. يعني التفاصيل والمستجدات خطيره غادي تسمعوها اليوم، خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واخا لاله باش الناس تما يعرفوا ويفهموا، عاودي لنا شنو طاري شنو كاين. هاد الناس كانوا معايا مزيان، كنت معاهم مزيان ومزوجه الاب ديالهم على سنت الله ورسولي، ولدت معاه بنيه. ايوا المهم جات الموت داتو. المهم ما عطاونيش، هو تيقولوا بان كاتب ليهم والو جوج عيالات، المراه الاولى والد مع جوج وليدات، هو مات اكسيدون، مات مع ولد معاه، وبقى عنده جوج ولاد وبنت. المراه الاولى والثانيه عنده ثلاث البنيات معاها، خلاهم صغار. انا خلى معايا بنت، ملي كنتسنى باش يعطوني شي حاجه، ما قال لك كاتب ليهم، هو في حياته هو كيقول لك كاتب ليهم، وكان غيموت، كان قبل ما يموت غيرجع الكتبه ليه، كان عنده شي قد في الفلاحي، كان عنده قال لك ديون، كان غيحيدها وغيرجع داك الشيء. هو صدق كاتب كتب الاولاد وخلى البنات ما كتبش ليهم، والمراه الاخرى كاتب البنات ليهم الدار، اما انا ما خلى لي حتى. انا كانت عندي دار با خلى لي فورتي ديال با، كنت ساكنه فيها، عندي دابا سكنه في اسفي، خلاها ليا كنت ساكنه فيها. ولكن المهم ما عطاونيش، كنقول انا اللي كاتب ليكم دبروا راسكم، انا ما شدتش الكتبه لحد الان، راه من 2005 راه دابا 17 ولا 18. كنقول لهم اللي كاتب ليكم دبروا راسكم، وراه مشى عند الله اللي ما كت... انا عطيني اللي ما كاتبش ليكم، وعندي البنيه قليل الصحه، هي راه تزوجت مشات عند راسها. قالكم راه ما عندك حتى واحد غلبوا عليك. ما عنديش جناوه، ما عنديش، ما نكذبش، ما عارفين ما عنديش، واخا كيقول لي انت راك عندك خلى لك باك، ولكن لا راه بغيت حقي تاع الراجل. انا في الاخر كنت كنمشي عندهم، الحين ما عندهمش راحي، في الاخير ما بقيتش بغيت نمشي، عيت الدري كان في يوم الاولى كان كيقطع عليا التليفون، ما كيبغيش يجاوبني، هما اللي كيجاوبني كيقول لي انا ما قال عليك والو، انا هذا النهار يتقسم الوقت. درتي الشكايه ديالك باش امور قانونيه. الشكايه في الاول ملي مات ودخلت عند القاضي، قال لي القاضي جيب القسمه، كيقولوا لي هما راه القسمه ما كيبغوش يديروها، راه واحد ولد عمهم منين هذا الشيء في ايام مات، قال لي راه القسمه واعره عليك انت، ما تقدرش ديري انت القسمه. وهما يا راه عندهم اعمامهم وداك الشيء باقي عندهم واحد شي ديور في الشماعيه، هو في الشماعيه بالذات شي ديور بحال فيهم عماتهم وفيهم عمامهم وفيهم ولاد العام وفيهم كل شيء، باقي داك الشيء ما مقسومش. وانا المشكل الاخير عندي مع الراجل المرحوم، عندي داري في اسفي خلاها لي بوك ساكنه فيها، ناض هو ناض مشى لواحد الشركه كان مشارك معاهم، كان يتعامل معاهم، كيقول له الشركه تضياك في الدار البيضاء. ناض هو قال لي ناض هو خدا كار، خرج كار، ملي خرج داك الكار ناض داني انا ضمنته، وانا ما سيقش الاخبار. هو كيقول لك المحكمه لا تحمي المغفلين، انا من ضمنهم. ماشي المحكمه، القانون القانون لا يحمي المغفلين، هادشي اللي عارف. انا الدار هو المشكل، الدار ديالي ساكنه فيها وخلاها لي با وكنت عايشه فيها، وهما هو كان باغي يشردني منها. ناض هو مشى خدا كار من شركه الضياك في الدار البيضاء، وملي خرج داك الكار ناض جابوا الشماعيه. المهم ما كانش يخلص طريطات، هنا دارني انا اللي ضمنته، وبحال راه لي داري دابا لحد الان. الدار مهونه من 89 وبنتي راه زايده في 90، وهو انايا تشارعت معاه. ملي سمعت الدار دارها لي في الرهين تشارعت معاه، هو حي تشارعت معاه، مشيت المحكمه ووقفوا الناس، وقفوا لي الناس باش يبقى في الدار، كيقولوا لي الدار غتجي تباع، انا غنخرج للزنقه انا وبنتي، والدار ماشي لي هو فيها تحاجر. يعني باش تفهموا المشاهدين والمتابعين في تيفي ان هذه المراه هذه يعني قاصات من اجل يعني الابناء ديال الزوج ديالها، رغم انها حاولت مرارا وتكرارا ولم تجد حلا لهذه المساله. مراه عندها بنيه قليله الصحه، ما بقاتش قاده انها تنوض وانها يعني تعاون وانها تنوض تخدم من جديد، لان يعني مراه كجميع الامهات، لانها مراه مغربيه. اللي كنتمناه والرساله اللي بغينا نوصلوا للقضاء المغربي انها يحاول
يحاولوا يشوفوا من حال هذه المراه هذه، يعني داكشي اللي كتب لهم الاب ديالهم ياخذوه، وداكشي اللي باقي يتحاول يتعطى لهذه الام هذه، لان حتى هي عندها نصيبه في الورش، يعني كما عندهم حتى هما، والام راه عندها واحد النصيب. كاين في هيئه اسفي راه باقي الان حي، هذاك المحامي هو يقول لكم على هذه الشركه اللي درت مع الدعوه من ناحيه الدار، وقالوا لي بان هي الدار ديال تباها، مالي هو فيها حتى حاجه. يعني مع راسك كتفكري في هذا الشيء كيبقى فيك الحال. ما كناش كثير من جيت الدار، دابا الدار شنو راه خليتها في اسفي، وجيت انا تبعت الوالده، جيت الوالده وجيت سكنت هنا في جديده، والدار في اسفي راه خليت فيها خالي، ودابا مرهونه. راه هنا الخالي الحال ملي كتشوفي كيبقى فيك الحال، كيبقى فيا الحال و9 المليون. وانا دابا بغيت انا نسحب ملي مات باهم زعما غيفكوا لي، عارفين باهم واش داير في داري، عارفين كلهم. كانت الام ديالو الله يرحمها ماتت، عارفين بان دار لي دار في مشكل داري، وكانوا ما بغاوش معايا كامله، كان سامع بان دار مشكل داري، لان با معروف في الشمعيه راه عارفينه، ودار لي مشكل في رسالتك للناس ديال القضاء. رسالتي للقضاء بغيتهم ياخذوا لي حقي، وكثير في داري، لان تظلمت، وداري هي اللي عايشه به دابا، هي اللي عايشه بالكرا ديالها، وراهنا خالي يقول لي راهنا خالي ب 9 مليون، دابا خالي راه خاصني نعطي ديك 9 مليون والدار تخرج لي مرة. رسالتك للقضاء. القضاء بغيتهم ياخذوا لي حقي، وكثير في الدار اللي كانوا باغي كان باغي يشردني الملحوم منها. وكان كيقول لي المرحوم لا راه ما غنشردكش منها، راني غنخلص الشركه، وما خلصش ومات. يعني الصراحه ملي كنسمعوا هذا الشيء، ملي كنسمعوا هذا الشيء كيطرى، ملي كنسمعوا هذا الشيء كيطرى الام المغربيه كنحسبوها كامنا يعني من دمنا ولحمنا. يعني الصراحه يعني جرب انت دير هذا الشيء للام ديالك انها تخرج الزنقه، لان الصراحه هذا الموضوع هذا يعني كيقطع في القلب. لا لا شنو تقولي لهاد الابناء، الرساله ديالك لهم شنو تقولي الناس اللي داروا فيك بحال هذا الشيء؟ واش نقول لهم؟ اش نقول لهم؟ انا كن 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 كنطلب الله ياخذ حقي منهم، و انا ما طلب منهم كاع الكثير، انا ما طلبش منهم الكثير، انا طلب منهم غير يعطيوني ما يخليونيش يفكوا لي هالدار اللي دايره ليا زعما مفقوسه من جهتها، وتقدر تعيشني وما نحتاج لتحت، تقدر تعيشني وتشوفوها ان شاء الله، تقدر تعيشني لان نقدر نكريها وتعيشني تمشي عند الله، تقدر تعيشني لنا، ولكن هما ما خلونيش. دابا هي مرهونه والدار التحتيه هي اللي كريهه. فهمنا هذا الشيء اللي طرا لك، يعني كيف ما سمعتوا مشاهدين ومتبعين شوف تيفي، الطلب ديال هذه المراه هذه هو انه يتحقق لها العداله، الحق ديالو. كنتمنى الصوت ديالو يكون بين ومسموع، وبهذا نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.